يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب علم وليس لي مال، وأطلب من والدي ووالدتي المال، لكن يقولون لا نعطيك لأننا بذلك نظلم إخوانك، فهل يجوز أن آخذ مالا زائدا عنهم لأستعين به على طلب العلم؟ لا، لا تأخذ إلا شيئا يعطونك إياه، إلا شيء يعطونك إياه. والواجب على الوالد أنه يعطي كل ولد من أولاده قدر حاجته، ولا يعد هذا من المحاباة ولا من العطي، هذا من النفقة، من الإنفاق، يعطي كل واحد قدر حاجته. وحاجات الأولاد تختلف، هذا يحتاج سيارة وهذا يحتاج كذا وهذا كل واحد يأمن له حاجته الضرورية، يأمن له حاجته الضرورية، ولا يعد هذا من العطية والتمليك، وإنما هو من الإنفاق، والإنفاق يكون على قدر الحاجة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.